الخميس الموافق للعشرين من شهر إبريل لعام 2021، فأهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت لهذا اليوم: البحرين تدعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. الزياني: الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين دخول الزوار والسياح من دون عوائق. تسجيل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا ب 2354 حالة. وإلى صحيفة الأيام والتي خطت على صدر صفحاتها: إحالة 5 مشاريع متعثرة للجنة القضائية. المعراج: التحفظ على أموال البنوك المتورطة في غسل الأموال. 4 لقاحات معتمدة فقط لدخول المملكة العربية السعودية. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: 34,000 دينار غرامات على 12 متهما و10 مطاعم مخالفة. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت لهذا اليوم: اكتمال محجر بوري بالربع الثاني من عام 2022. نشرت صحيفة الأيام أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعلنت عن إحالة 5 مشاريع تطوير عقاري شيدت قبل صدور قانون تنظيم القطاع العقاري إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة ذات الصفة القضائية. نقرأ من صحيفة الأيام أن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أكد أنه بالنسبة للقضايا الجنائية المتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فقد تم التحفظ على أموالها سابقا بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة، وسيتم هذا التحفظ لحين الفصل في جميع الدعاوى. إلى ذلك بيّنت صحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قال أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وشؤون الزراعة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وذلك من أجل إعداد دراسة بشأن الوضع الحالي للأراضي الزراعية في المملكة، مشيرا إلى أن الفريق عمل على تحديد الأراضي الصالحة للزراعة. نشرت صحيفة أخبار الخليج أنه بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، تشهد إيطاليا مساء اليوم الخميس الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للقدرة التي ستشهد مشاركة الفريق الملكي بقيادة سموه و4 فرسان من الفريق الملكي، حيث ستقام البطولة يوم السبت لمسافة 160 كيلومتر. إلى ذلك نشرت صحيفة أخبار الخليج أن المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صرح أنه تم البدء في أعمال مشروع توسعة المحجر البيطري في بوري، وسيحتوي المشروع على إنشاء وصيانة 3 حظائر للماشية لرفع الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري إلى 3,000 رأس من الماشية. هذا ونطالع من صحيفة أخبار الخليج أن سوق القيصرية في مدينة المحرق يفتح أبوابه ما بين 20 و22 من الساعة 4 وحتى 9 مساء، حيث يقدم لزواره تجربة ثقافية فريدة من خلال دمج التسوق في محلات
تقدم منتجات تراثية وعصرية. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة البلاد، حيث نشرت أن مجلس أمانة العاصمة وافق في اجتماعه الاعتيادي على توصية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة العكر مجمع 624، والذي يحتوي على 35 عقاراً وتصنيف معظم العقارات التي تقع شمال غرب مقبرة الشيخ سهلان إلى تصنيف مناطق السكن الخاص. ولا نزال في صحيفة البلاد، حيث طالعتنا بهذا الخبر الذي يؤكد على إعلان الجهاز الوطني للإيرادات عن توقيعه اتفاقية لتنفيذ مشروع استراتيجي مع شركة ديلارو، وهو الأول من نوعه في مملكة البحرين، لتوفير حلول متقدمة للتأكد من مطابقة السلع للمعايير المعتمدة. ولا تخلى الجولة الصحفية من أقلام الصحافة، حيث نشرت صحيفة البلاد مقالا بقلم الكاتب عبد علي الغسرة، والذي جاء بعنوان العيش معا في سلام. فإلى سطور هذا المقال. العيش معا بسلام يعني أن نتقبل اختلافاتنا الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية، ويعني الاستماع للآخرين واحترامهم، وأن تكون لنا قوة كبيرة للتعاطف معهم حتى نكون متحدين معا بسلام. ومن مفهوم النص الوارد في الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو، لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام، جاء تحديد يوم للعيش معا بسلام، وهو مفهوم يؤكد أن الصراعات والنزاعات والكراهية في المجتمع تغيب السلام وكل إيجابية في المجتمع. إن تحقيق السلام لا يتم بالاتفاقيات والوثائق والعهود الوطنية والقومية والدولية فقط، فالسلام غاية وهدف، وهو من ثوابت الأديان السماوية ومن القيم الإنسانية النبيلة. إلى صحيفة الوطن، حيث نشرت أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني قال إن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين دخول الزوار والسياح إلى البلاد بكل سهولة دون أي عوائق، ورفعت مستوى التنسيق الحكومي الصحي بين مختلف بلدان دول الخليج لاعتماد شهادات التطعيم. خلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق برنامج Women Tech Founders، أكدت مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة أن المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجالات علوم المستقبل باتت تتخطى باهتمام دولي من قبل حكومات ومنظمات وشركات تسعى لدعم مشاركة المرأة في التكنولوجيا الحديثة. شاركت مدارس مملكة البحرين المنتسبة لليونسكو في مؤتمر اليونسكو العالمي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، والذي أقيم عن بعد بحضور ما يقارب 2500 من صانعي السياسات العاملين في مجال التعليم والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة. إلى هنا مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.